السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. النهاردة هقدم لكم جدول مباريات يوم السبت، أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. البداية من الدوري الإنجليزي، أيسويتش تاون وليفربول الثانية والنصف عصرا، أرسنال وولفرهامبتون الخامسة مساء، إيفرتون وبرايتون الخامسة مساء، نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون الخامسة مساء، نوتنغهام فورست وبورنموث الخامسة مساء، ويست هام يونايتد وأستون فيلا السابعة والنصف مساء. من الدوري الفرنسي، بريست وأولمبيك مارسيليا السادسة مساء، استاد ريمس وليل العاشرة مساء، موناكو وسانت إتيان العاشرة مساء. من الدوري الإيطالي، بارما وفيرونتينا السابعة والنصف مساء، جنوا وإنتر ميلان السابعة والنصف مساء، ميلان وتورينو العاشرة إلى الربع مساء، إمبولي وموانزا العاشرة إلى الربع مساء. ومن الدوري الإسباني، أوساسونا وليجينيس الثامنة مساء، فالنسيا وبرشلونة العاشرة والنصف مساء. من الدوري المصري، فاركو وإنبي الخامسة والنصف مساء، الأهلي ومودرن سبورت التاسعة مساء، بلدية المحلة والزمالك التاسعة مساء. من الدوري القطري، قطر والسد السادسة والنصف مساء، العربي والوقرة الثامنة والنصف مساء. في نهائي كأس السوبر السعودي، النصر والهلال السابعة والربع مساء. كاس ألمانيا دور ال 64، وبعتذر طبعا عن بعض الأسماء، شوت ماينز وجرويتر فورت الثانية عصرا، إريستيكي بيرجا أو بور وبروسيا مونشنغلا ديباخ الثانية عصرا، روتفايس إيسين ولايبزيك الرابعة والنصف عصرا، أوسنابورغ وفريبورغ الرابعة والنصف عصرا، إليان وشالكا الرابعة عصرا، إنجولو شتات وكايزر سلوترن الرابعة والنصف عصرا، فيلينجن وهايندهايم الرابعة والنصف عصرا، جيري سفولدر ويونيون برلين الرابعة والنصف عصرا، أرمينيا بليفلت وهنوفر السابعة مساء، ألمانيا أخان وهولشتين كيل السابعة مساء، فونيكس لوبيك وبروسيا دورتموند السابعة مساء. من تصفيات الكونفدرالية، فورستارز وأوروبا يونايتد الثانية عصرا، أوهومايجي والأهلي طرابلس الثالثة والنصف عصرا، نيسنجريني وهوتسيبرز وستيلين بوش الرابعة عصرا، ألياز فورت وبلاك بولز مابوتو الخامسة مساء، دي أغوستو وأوتوهو الخامسة مساء، الكنيمي واريوس وداغادي السادسة مساء، أونزي برافوش وكوستال أونيون السادسة مساء، الرياضي القسنطيني وبوليس اف سي التاسعة مساء، اتحاد توركا ورسنيج أبيدجان الحادية عشر مساء. تصفيات أبطال أفريقيا، أفريقيا ستارز وجونيانج جالاكسي الرابعة عصرا، فيتولو ويانج أفريكانز الرابعة عصرا، نيجيزي بلاتينيوم ومانياما يونيون الرابعة عصرا، سانت لويس وسيجرادا إسبرينيس الخامسة مساء، إس جي إن والرجاء البيضاوي السادسة مساء، اتحاد دوانس وكوتن سبورت عويضة السابعة مساء، ستاد أبيدجان وتونجيث السابعة مساء، بورنوغوس بورنوغرس وسان بيدرو السابعة مساء، الأهلي بني غازي والهلال السوداني الثامنة مساء، النصر والمريخ العاشرة والنصف مساء. الإمارات في بطولة كاس مصر في أبو ظبي، بنياس ودبل حصن الخامسة وخمس دقائق مساء، العروبة والنصر الخامسة وخمس دقائق مساء، خرفكان والشارقة الثامنة إلى الربع مساء. من الدوري الكويتي، النصر وخيطان السابعة مساء، قزمة والسالمية التاسعة والربع مساء. بس كده، هدي كل المباريات اللي كانت معنا النهاردة. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، وتشكلين الدار على دعمكم. لو عندكم أي ملحوظة سيبوها لنا في التعليقات. سلام.